اليوم ان شاء الله راح نكمل بدرس فعل الامر، ولكن اليوم راح ناخذ الدرس اللي قبله شرحنا لكم فعل الامر. بتمنى اللي ما شاف الدرس اللي قبله يشوفه، واللي ما شاف الدروس اللي قبله من اول الدروس يشوفها كلها لحتى بلش معانا خطوه بخطوه، وتدرس معانا خطوه خطوه باذن الله رب العالمين، وان شاء الله بتخلصوا اللغه كامله باذن الله. اذا حابين طبعا تدرسوها لتسافروا او لتشتغلوا بالمانيا وتعملوا الامور هي، اهم شيء اللغه اخواتي مشان تكتبوا على الشيء. اليوم عندنا تمرين اخواتي لثلاث افعال كتبت لكم اياهم مشان نرجع نراجع كيف بصيغوا فعل الامر مع الجمله او بالفعل. كيف اخواتي؟ Hallo und guten Tag. Wir haben heute das Thema der Imperativ. Übung. Der Imperativ. Übung, يعني فعل الأمر أو الأمر. تمرين. Übung, يعني تمرين. مثل ما اتفقنا أخواتي، فعل الأمر بيستخدم فقط مع ثلاث ضمائر: دو، إيا، زي. دو، إيا، زي. Frage, du fragst, frag. Ihr fragt, fragt. Sie fragen, fragen Sie. طيب اخواتي، الفعل الاول هو فراجن، يسأل، يسأل. الفعل يسأل، كيف نحن نصيغه مع انت تسأل؟ هو دو فراجست، انت تسأل. دو فراجست، انت تسأل. طيب انا اذا بدي شخص قدامي وبدي اقول له اسال، يعني اسالني، عرفت شلون؟ اسال، شو بقول له؟ بقول له فراغ، فراغ. يعني مثلا اذا هذا الشخص اجى لعندي وقال لي ممكن اسالك، عرفتوا كيف اخواتي؟ فانا شو بقول له؟ فراغ، اسال، اسالني، عرفتوا كيف اخواتي؟ طيب هي فراغت، فراغت. هي فراغت يعني انتم تسالوني او انتم عم تسالوني، او شو كيف اخواتي؟ انتم تسالوني، شو بقول لهم انا الاشخاص؟ يعني مثلا لنفرض انا عم بعطي درس، لنفرض مثلا وطلابي مثلا قاعدين قدامي كلياتهم وانا خلصت درسي، فبقول لهم شو؟ فراغت، عرفتوا كيف اخواتي؟ فراغت يعني اسالوني، اسالوني، عم بعطيهم الامر اسالوني، عرفتوا كيف اخواتي؟ طيب زي فراغن، زي فراغن، هاي مثل ما اتفقنا حضرتك او حضرتكم تسالوني، حضرتك او حضرتكم تسالوني. اذا بدنا نقول لهم اسالوني فعل امر، اسالوني حضرتكم، او اسالني حضرتك، او اسالوني حضرتكم، بنقول لهم فراغن زي. نفهم بعض؟ فراغن زي، فراغن زي، فراغن زي. اسالوني حضرتكم، اسالوني. تمام اخواتي؟ دائما بنستعمل هون الضمير مع الفعل، لازم نستعمل الضمير، ما فينا نقول فراغن، ما ممكن ما يفهم علينا، عرفت شلون؟ اما لما اقول له فراغن زي راح يفهم علينا. طبعا هون ما بنستعمل الضمير مشان ننتبهوا، فقط بحال الزي الاحترام بنقول فراغن زي. ومثل ما خبرتكم بالدرس اللي قبله، دائما يعني افضل واحتراما دائما تكتب بيتي، يعني فراغن زي بيتي، فراغن زي بيتي. انا لما اقول مثلا لاي موظف او طالب او هي كذا والمهم بصيغه الاحترام، مثلا فراغن زي بيتي، اسالني رجاء، اسالني حضرتك رجاء، عرفتوا كيف اخواتي؟ يعني دائما البيتي تستخدم هون بشكل كثير 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 كبير. لما اقول انا مثلا موظف انا حابب اسالك، بيتي فراغن زي بيتي، اسالني، عرفتوا كيف اخواتي؟ اسالني رجاء حضرتك. نيمن، فيرب نيمن. دو نيمست، نم. ايه نيمت، نيمت. زي نيمن، نيمن زي. طيب الفعل التالي اخواتي هو نيمن، ياخذ. نيمن ياخذ، انا اخذت، انت اخذت، هن اخذوا، عرفت؟ هون دو نيمست، التصريف بالحاضر. تمام اخواتي؟ بالتصريف لما بدك تصرف دو مع الفعل نيمن بصير